بشر، نزلت الإعلان؟ نزلت الإعلان في جميع مواقع التواصل. إن شاء الله رب العالمين بيعوضنا عنها وبيجيب لنا اللي أحسن منها. يلا حبيبي العشاء جاهز. يلا. شكوش، وش ذا الرقم الغريب؟ اسمع، قاعد اكلمك من جوال الرجال اللي خطفني، تراه منزل اعلان وبينقل كفالتي. ام عاد ينقل كفالتك، تستهبل انت. طب ورمت الحاش؟ الحاش فين؟ الرجال مقفل كل الابواب. خذ الرقم هذا عندك وطلعني من ذا الموضوع. يلا سلام. عاد وش تنتظر؟ دق عليه بسرعه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عامر، نبي نشتري منك شكش، اقصد الشغاله اللي مسوي لها اعلان. طيب بكره الصباح تجي عشان نتفاهم. لا 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 لا، انا والدتي تعبانه والان ابيها، محتاجه. بكيفك، تبي نخلص الحين؟ جيتك ولا كنسل؟ طيب الله يحييكم، أرسل لك اللوكيشن. أوكي. فوزية، فوزية. سم، أبشرت بيجي واحد الحين بينقل كفالتها، خليها تولي معفشة. الله يبيض وجهك ويبشرك بالخير يا رب، أخيرا بفتك منها وتنقل كفالتها. يا ربي لك الحمد والشكر. أبا أروح أكلمها تولي معفشها وقلعها عن وجهي. يا عيال، خوينا في ورطة ولازم نوقف معاه، والحل الوحيد ان ننقل كفالته عليك. وانا وش دخلني فيكم؟ انتم ورطة بحكمك البايخ، ورا ما تنقل كفالته عليك انقله على كفالتي انا عشان امرمطه مرمطه واسوي له خروج نهائي. يا ابوي دزها انت فضيلك بعد. اسمع ياسر، انا طفران وكفته منتف، ما لها الا انت اللي تقدر تدفع الدراهم، اعتبرها دين بردها لك. خلاص اوكي ما عندي مشكله، بس توعدوني ترجعونها خلال شهرين. أف عليك، كفو يا ياسر. 25,000 ريال راحت لحسابك بالتمام والكمال، مع أنها غالية شوي بس وش نسوي؟ يلا. وهذا الجواز والإقامة، وبدخل موقع وبنقل كفالتها لكم. سبحان الله، شبه شكوش. سلامات. مو بشغلك. أنت تزهل بيتكم، يلا امشي أنت. صندقي. يلعن بليسك، وش اللي صار معك؟ يا أبوي أنت فقي ولا كبتنا؟ يا عيال، أبغى أتزوج. طلع حمام المتزوجين مرة ظلة. بابا وديني البوليفارد. لا، حنا بنوديك المقبرة أحسن. ماش، ما احنا نبح، ما دخلنا قروش إلا بمباراتنا ضد بولندا، وباقي مباريات هشين ذباب. الحين مباراة المكسيك ضد الأرجنتين ولا حد نجانا. وراك توش؟ طيب هد، خلاص باقي لنا مباراة قدام المكسيك. من الحين لين مباراة المكسيك باقي 5 أيام، ورانا مصاريف إيجار المتان والشاشة، تدرون بس نقفل أزيال لنا. الله أنه صادق يا أخي، مباراتنا جاية مع المكسيك، وبصراحة أنا خاف نخسر المباراة، نص لعيبتنا مصابين. شو أنت جايبة؟ غدا؟ لا الحمد لله متغدي أنا. تغدين أنتم؟ إيه الحمد لله كلنا متغدين. غدا الماتش ديال المغرب مع بلجيكا، داك الشيء اللي جبت هاد الرايات هادو باش نعطيهم الكفتة باش نديرهم في المبيعات. هي ولا ما بي؟ إلا هي. سلامات، فجأة كذا طرطني المغربي، شو السالفة؟ يوه، نسيت ما علمتكم، أمي مغربية. إيه، وترى أعلنت للمشروع في جروبات خوالي، يعني بكرة الحضور من الآخر. أجل مهنة تقفين، ديما مغرب.
سلامات عرس ذا. المنتخب اللي يرفع الراس فازوا على بلجيكا واكتبوها كتم والعبض مزيان مزيان بالزعب. خير يا ابو عامر، اشوفك متحمس المنتخب المغرب بزياده. ابلش يبا. فرحه العرب فرحتنا كلنا ولا لا يا نو؟ صح صح اتفق معك. اقول قوم اجيب الشاهي. قومي ان شاء الله. النشبة ذايبيك دربد، النشبة ذايبيك دربد، النشبة ذايبيك دربد، النشبة. هلا يا قلق، تجي الاستراحة يا ابوي؟ غشت الموضوع، قول له على الكبسة. اقول لك وانت جاي يا عامر جيب حبة مندي مع الرز. ابشر بي يا كفتة، يجيك احلى كبسة انت والقعطية اللي معك. مع السلامة. ابوك يا الزحمة. تفضل تفضل، افتح طريق يا اخوان. تفضل، كيف اقدر اخدمك؟ عطنا حبه مندي واربع لبن. حبه مندي؟ ايه حبه مندي، وكثر الرز ها، وحط بصل، سلطه مطحون، ملاعق زياده، صفر، اي شيء زياده حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر، وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال، سموا سموا. ألو الأخ عامر، معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل، طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي، خلني أنا. الرجال اتهمك إنك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت، هو اللي قال لي ما بي منك شيء، حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب، هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. فا ورق قلبت. نعم طال عمرك،
تسمح لي بس خمس دقائق، خمس دقائق أكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. أوكي. دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع، تنازل ماني متنازل، لا تقعد تقلب راسي. ها للحين صامل ما تتنازل؟ تنازل ما في منك شيء مرة. لا 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 حقك، أنا صدمتك واستاهل السجن. لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام، تكفى بسم الله عليك من السجن. طب اسمع، إذا جاء الضابط تكتب تنازل إنك ما تبي مني شيء، أوكي؟ إيه أبشر، من عيني دي قبل دي. بس تكفى، عندي طلب، أبيك ترشني رشتين بس عشان أروح البيت والحرمة تحبني. قلب علي ما أدري فيها. قلب عليك؟ إيه والله. لا 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 حرام، ما تستاهل صراحة. خلاص وقع التنازل وأعطيك الرشتين. أبشر يا روحي. طال عمرك خلصنا. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة دي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. إيه سلامات، اسمه لاين. إيه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال تعبت أشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب. الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والايس دروب مشروب قهوه بارده. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه. المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر، بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال بكره كل العالم في جارليك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. الوان ماشي، نغر حط عليها جل. ها وش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظاره. صب تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحه من بين الف طقم. والله انه غالي ب 35 ريال. ايش تبوش اوفر سايز المخيس ذا؟ قصت لكم واصله لين ركبتك. يا ابوي تستهب لابس بنجابي انت. ايه خلاص لا تشخصنا، سلامات، هد عليه. تنكت انت وجهك، حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد. ايش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش السالفه فيه؟ وش السالفه؟ ايه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج، وبيني وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي. انت تعال معنا بس شكل، واي شيء يفوتك خذه من زملائك. يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمد ربكم يا شباب، ها تحمد ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر، انتبه لي. انتبه لك؟ عساي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي هذا الاتصال جاي لي، ده خويي سامر انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابدا انا وشوكش متقطعين سماعه واحده، وشو له خساير؟ يو 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 يا عيال، توقعوا أن نوصل قبل 12؟ والله على حسب طلبات اللي قدامنا، نقول إن شاء الله. عامر خلينا نروح المقهى، هذا فاضي ما عنده أحد. لا هذا ما نبيه، ما فيه لاين وحركات وسوار. أخس يا عامر وش هالتطور وش الحركات، والله صرنا نعرف. عفو عليك بس تبيني أسوي تشكلنا الحين؟ يا أبوي أنت جدد باقتك أول يا طفران. يا ولد العم الفزعة مثلي نت. أقوى تواكلة ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب إذا ضيعت الطريق. ما تلاحظين شيء؟ كنا اللاين اليوم أطول الأسبوع الماضي. إيه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي. إيه ما شاء الله. وأنت ما عندك إلا ذا الخطة، اللاين أطول من الأسبوع الماضي. يا أخي غيرها، قل شيء ثاني. خير في شيء؟
لا الله الله يطول لي عمرك ويخليه ان شاء الله. لا فاضي فاضي ما عنده شيء يمشي يفتح مواضيع باللاينات. سو وات يا شيخ ما عليك منهم ذول متخلفين. ايوه تقولي لي. ما كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي يا اختي. خير ان شاء الله. ايش تبي؟ جاي تسولف قطع يقطع هالاشكال. سو وات وات مو مكلف الشيء ذا. اقول والله ما تغطى بالزمزميه زين. الاول بس حكم شق جبهات حكيم حكمك بدق خشمه بدري عليك يا ورع جلدهم. اقول يا شباب من بيخاوني الملعب بكره؟ انا وانا يعني اصفط لي انا وياكم ثلاث تذاكر. عفا عليك اليوم بجدهم بالبلوت وبكره بنجلدهم بالملعب. عز يا ملال عز ورقه يلا تبي ربع لك بعد تبطي والله أرخم ألعب هاص. ما لقيت أي حجز لا درجة ضيافة ولا درجة أولى. أقرب حجز مؤكد بعد أسبوع والتذكرة الواحدة 4000. الله 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 أنا وموسف ما تلعب؟ لا والله نركب سيارتنا ونروح طريق البر نمشي على هون ونتبرج وناخذ عمره ونرجع بالسلامة إن شاء الله. زين أجل خلوا عامر يوديكم ما عنده لا شغل ولا مشغلة. شور طيب أجل أجهز شنطنا. السلام عليكم. عليكم السلام. جابك الله يا ولدي. نبيك باسر الصبح إن شاء الله تودينا أنا وأمك نأخذ عمره وترجعنا بالسلامة. أم عاد بكرة. إيه باسر وش عندك؟ لا بس قصيت تذاكر مباراة الهلال وموعد العيال بنروح نشوفها هناك ورا ما علمتوني. وش نعلمك؟ ابن انت عشان نسالك وناخذ منك راي. لا لا يبا ما اقصد بس خلوها بعد بكره ولا بعده. خير ان شاء الله. وديت جوالي للصيانه؟ اوه يا الله نسيته يمه. والله اني داريه ما منك فايده. لو انه جوالك كان ما نسيته. ايه نسيت جوال امك والتذاكر ما نسيت. وش فيها يبا يعني الواحد ما ينسى؟ خلاص بكره اصلحه. انت ما منك رجع. كل ما طلب منك شيء جوابك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي واجيب؟ هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد. أنت غبي ليش نسيت صلح جوال أمي؟ أقول اسكتي لا حط حرتي كلها فيكي. شوف يا معامل لا يضيع سلس ولا شيء. جهز شنطتك وأغراضك وبكرة إن شاء الله الصبح توجهيني لمك. لا يا ابو عامر الطريق طويل وتعب عليك. نخليها مره ثانيه نشوف لنا تذاكر ارخص ونروح طياره. انا قلت بكره نمشي يعني بكره نمشي. تراني بعد شبابي ولا عند الشك فيني. خذي وانا بوت هذه دراه اصرفوا منها لما نجي وانتبهوا لنفسكم. الله يطول بعمرك يبا ما قصرت توصلهم بالسلامه. الله يسلمك بس ها ما وصيكي على أخوك سليمان وذكري الثور اللي نايم فوق يودي جوالي للمصلح. الله يهديه ويسامحه ما معنى إلا جوال أبوكي. يا بنت الحلال جوال واحد يكفينا. ولا تنسون تدعوني في الاختبارات. أكيد بدعي لك يا أمي أكيد وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا وتدعي لنفسك قدام الكعبة. أخص طالبين بيتزا وين أبوي أمي؟ راحوا. وين راحوا؟ وينترلاند. استهبل يا بزر يعني وين راحوا؟ راحوا مكة يعتمروا. هي صح. جوال أمي مقفل شكلك توك ما صح صح يا حبيبي. أنت نسيت أنك ما راح تصلحت جوال أمي وأنها زعلانة عليك. إيه ترى أمي قالت ذكري الثور اللي نايم فوق يصلح جوالي وترى صديقتي اليوم بتجي لا تدرعم. مالك فضيلس لا أنت ولا صديقتس عندي مباراة الزعيم اليوم. أحسن أحسن أنت. نعم مشيت ويبا أجل نحتريك. إيه مشينا. إيه بس أنا كنت بقول لكم يعني بتطمن يعني. أمان الله خلني أنتبه للطريق لا يصورني ساهر. سمسم أبشر.
الوالد زبد له. لا تضحك لا الحين انا اصف. لا تضحك لا تضحكي. انتم شفتوا اللي صار باستراحتنا اليوم. باختصار الناس ودها تعيش اجواء كاس العالم. حنا نزين لهم، نزين مهرجان مشجعين، شاشه ومشاريب وكراسي والتذاكر ب50 ريال وعليكم الحسبه. طيب حنا وش مهمتنا بالضبط؟ نوزع المهام بيناتنا وقوم تعاونوا ما ذلوا. باختصار ناس بالفعاليات وناس ونهوبوا بيع التذاكر وناس بالتنظيم والارباح نقسمها بين استراحتين. تم تم. شكرا. مرحبا اخوي. سلام عليكم. وعليكم السلام. هنا عندنا منطقة الشالات والأعلام، ومن ناحية المشروبات لا تشيل همها، جايب لك أحلى مشروبات من كيان كافيه. كيان في كل مكان وكل زمان. وهنا بعد عندنا خدمة الرسم على الوجه. أقول لك يا أستاذة، تقدر ترسم على خدي اليمين كنو وعلى خدي اليسار العويس وعلى جبهتي سالم. ما تبيني أرسم الحكم على خشمك؟ يا كابتن، بتنزل تشكيلة المنتخب كلها على وجهك؟ ترى كلها شخطتين اخضر وابيض عشان تشجع بس. هلا صالح. هلا. جيتكم للصراحه وما حصلتكم، يوم سالت عنكم قالوا مسويين مشروع هنا. ايه مزينين مشروع مشاهده مباريات. انقد. افا تدفع اخوياك والضيوف فلوس؟ وين كرام الضيف؟ ضيف بس صراحه، هنا مشروع تجاري، بيزنس از بيزنس. كرة القدم للفقراء، ما عادش يقدروك يا وينيس، أين الهيبة يا وينيس؟ ها قول دافلك بلا هيبة بلا خرابيط بس. خل هذا موضوع عندي أنا، أنا أوريك. ألو؟ وزارة التجارة؟ إيه لا بس حبيت أبلغ عن مشروع تجاري غير مرخص. ايه يلا جاي اكلمكم شوي. ايش تبلغ ما تبلغ انت؟ ما يمزح معك ولا ادخل ببلاش ادخل. ايه ادب. تعال يا ونيس. يلا يا كنو يلا. يا خلاص يا اخي والله قهر. وش ذا الحارس ذا جدار مو بادمي. لا حارسهم طويل ما ينفع فيه إلا الشوتات الأرضية. مساء الفل للناس الكل. المنتخب السعودي مسيطر في أول ربع ساعة. نحتاج دعوات. نحتاج سكوتك. نحتاج سكوتك. تسوي طالع منها تحك دقنك علينا الحركات ذي قديمة. شيك سكت خويك ولا طلعتك أنت وياه. يوزع. أوزع على جبهتك الآن. أنتو نظاراتك ذي اللي كنا غطيان عسل. قرب يا ولد قرب قرب المشروبات حار بارد يا هو. شال اعلام شال اعلام. قرب على المشروبات يا هو. ايه يا اخي جيب واحد يسكت ذولي نبي نتابع مباراه. هي يا ابوي انتم باسطين اخر الشارع على فكه تراهم يشوفونكم. اللي يبي يشتي بيجيكم. يا ابوي اطلع منا. صالح قال نسوي كذا عشان تزيد المبيعات. شال اعلام شال اعلام. انت بالذات لو ما تسكت خنقتك بذا العلم اللي معك. اهجدوا عشان الزباين يرجعون ثاني مره. لا ليه البلاهي ليه؟ كله من ذولي. وش دخل ذولي؟ كله بخويك ذا اللي يسرق الجبنه الى حسه وياخذها يحطها نظارات. يا اخي قسم بالله المفروض فاول. شوفي كيف طيحها. قصر حسك فضحتينا. اسمه بلنتي بلنتي مو فاول. استغفر الله العظيم. المشكله اللي تبون طيحين في الكوره. يا كابو كفته هديها شويه صوت يجي احلى حماس مع الهدف. هو يعالج النتائج للأسباب. ارحم أمك رجع المباراة. شو ضاعت دي؟ أنا قايل لك كله من ذا النحس. وين الكرك اللي قلتك عليه؟ هلا أهلين. معاك الأستاذ تركي. أهلا. من معي؟ منصور. مين منصور؟ هلا منصور كيف الحال؟ شو الأخبار؟ طمني على الوالد إن شاء الله طيب.
يا مالي يسلمك وشكوك على الاتصال. لا 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 الحق لك الحق لك يا منصور، انت المفروض اللي تشرفنا على العشاء عندنا في الاستراحه. لا يمكن لا يمكن، انسى انسى انسى. شوف 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 شوف، حنا طالبين مطبق موز على كيفك يحب قلبك. لا يا ابن الحلال، انا اللي ابيك تجي تشرفني في البيت، عازمك على الغداء، ابغاك بموضوع ضروري جدا. طيب عادي اجيب اخوياي معي؟ عادي، حياك الله انت من يعز عليك. الله لا يحرمني. يا عيال اللي اتصل عليه هذا خويي. كاش ولد نعمة من يخاويني. سلامات، وليه نروح معك؟ شحادين يا ابن الحلال، انت اول واحد اللي لازم يكون هناك. بعدين انا صراحة يعني استحي على حالي. بعدين ايش فيك انت؟ انت الفتى الذهبي اللي عز علي. وانا ما عز عليك. لا بس تعال. عمو يرحم امك خذني معاكم. عمو عاد عمو، ما انت بشايف ملابسك اللي تفشل. انت ما لازم تتكلم ولا كلمة، ملابسك مقطعة وركبك ما ادري ايش تبي. من زين جوك عاد، اساسا من قال اننا بنخاويكم؟ انا وشوكوش بنروح للتخصصي. يجي خذوني معاكم. حدد موقفك انت، تبي تروح معنا ولا معهم؟ معاكم. اي يعني معنا ولا معهم؟ معاكم. اي خلاص فهمت، يعني معنا. يلا. اي اوكي. يا هلا والله وسهلا فيكم، شرفت ونورت. اعذرونا على قل الكلافة يا الربع. بس عاد يا اخي ليش تكلف على نفسك؟ كلفت كثير والله. لا والله الا هذا واجبكم واقل من واجبكم. الا اخوي تركي، ابي منك خدمة وادري انك قدها، واللي تطلبه امر سم. لا انا اكلم الاخ تركي الله يحفظك. انا اسمي عامر وبالانجليزي امر. ان شاء الله اخويك خبيب دم. ذكرني اخذت معي السفرة، والله انك ظريف. ابد متى ما بغيت. ندزها الحين ابد، اللي تبي. اهدى اهدى شوي، ترى متفقين غدا بس. مش دخلني انا، هو اللي اختارني. وش اللي اختارك؟ هو مدرب المنتخب هو هيرفي ريراند يختارك. هيرفي خذوني معاكم، انا انباه طير ايسر بدل ياسر شهراني. ترى يحسبك مطعم. ها كل 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 كل، لا ادبجك الحين كل. ما شاء الله على الشله الفله، شكلي باخذكم كلكم. المهم الربع خلونا في الجد، انا ابغاكم وبخدمه. شلون سعد؟ تبشر بالطيب، الوالد شوفت عينكم في زهايمر، والذاكرة عنده مشوشة شوي، وأنا بطلع لي سفرة شغل كم يوم وبرجع، فأنا أبغاكم تفزعون لي هالفزعة، أبغاكم تدارونه وتراعونه لين أرجع. أنا شوف، أنا قطعت قلبي. أنا قايل لك من ذاك اليوم إني أول ما شفت أبوك ذكرني بأبوي الله يرحمه. عنده شغالة ما يحتاج نقعد معه. عنده شغالة، بس الشغالة ما تقدر على فصلاته. أنا جايبها للنفخ والطبخ وإنها تهتم فيه وتنظيفه، لكن الفصلات الثانية ما يقواها إلا شرواكم، وكل واحد منكم أبرصه بخمسة آلاف ريال. خمسة آلاف ريال؟ خمسة آلاف ريال؟ خمسة آلاف، خمسة آلاف ريال ينطح ريال. صدق عاد، أنا من يوم ما شفت أبوك وقلبي جاء قشعريرة يا أخي، أحس إن أبوك يقرب لي. معلش يا أخ منصور، كيف ناخذ فلوس من أبوك؟ إحنا نهتم فيه، وإحنا ما نبغى إلا الأجل. علي الطلاق. عليك الطلاق، تاكل تبن وتسكت يا وجه الفلس. معناته اتفقنا. أوف 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 أوف، أتحداك السيارة البطلة. هلا بالحمر، هذه سيارات؟ لا، هذه سيارة الوالد، وما يحب يطلع مشاوير إلا فيها. يعني شفته متكدر، زعلان، متضايق، خذوه فيها. إيش هذه السيارة القرنبع؟ القرنبع أنت. هذه سيارة صنف ومخزنة، ما لها إلا ناسها. بس كنا الكبوت برشوش على خفيف. ايه يعني إرباقاتها طالعة يا سطل. لا تشارك يا ابن الحلال، هذه ما يطلع لها إرباقات، هذه دج خياش على طول. هي زي ريحة الورد. أم عامر خلي عن سد بيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، عارف عمتي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة، تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جايك أخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعة المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلي أشاورها
وارد لك. والله اني كنت حاس. اجل جايب ذبيحة وورد مسوي بتضبط نفسك، انا ماني موافق، وبقول لهم انك عصبي وانك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، انت ادري اني ارمل، حالتي حاله، وبيلي مرت انت اسند انت لي عمري، يا بعد حي خلك محضر خير. اجل اسمع، اجار الاستراحه لمده سنه مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحه كل شهر للاستراحه. تم. تم. سلامات وراك تصيح، الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله. انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبة العافية. أنا والله بعد عندي تكليمت زينة وبعد أنت خصص الكلمة. وأنت رايج الأول والأخير. عسى خير يا أخوي. أبو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمة. يا أخوي الراي الأول والأخير لك وحنا لازم نسأل عنه. ما يحتاج تسألون عنه. كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. أجل توكلنا على الله. قام يا واد بدري عليك تفوز. ألعب ألعب ألعب. يا عيال عندي لكم مفاجأة البطلة. إيه زي ما حسي غيرك. الاستراحة لمدة سنة مجانا. هيا عمر. هيا واطرخوا الماء والكهرب مجانا. بطاطا 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 عامر بطاطا عامر بطاطا. ايوه وش تبون بعد؟ ذبيحه كل شهر. لحظه لحظه، انت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع انت ورع، اسخر عيالك. انا ما اكذب يا عيال، عمتي تزوجت ابو عبيد واعطيته شروطي ووافق عليها. والله صبوا لي فنجان على العال عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 يا ولا عقب الغاضي لا تغسلونا. قولوا وصبوا لي فنجان على العال ايوه عقب الغاضي لا تغسلونا. قولوا ويا لا 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 يا عيال من قلب الستيشن قدام. تعال تعال أنت جيت بس. أنا برشلونة. شلونك يا أبو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ أجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل. هذا كول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين ان بغيتي الحفل بقاعه ولا بفندق، لو تبين بعد موض يجيبه جبته. عطى جوه. وش هو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ انت ما شاء الله رجال بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. تم يا خروف. وبيك بعد تعزم البنات مساكين، دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هنعزم البنات ونعزم الشباب بعد. يا اخي ذا الفيلم رهيب. اي والله. ايه اسمع، انت وهو بتبلغ عني؟ بلغ طز، الموضوع وصل هنا، الرجال بيزوجني ابوه، مجنون انت؟ عامر سمعت ايش يقول؟ يا حبيبي اجل جيب الفلوس اللي عليك. النشبه دايبي النشبه دايبي النشبه دايبي. الو اي شركه السنع للخادمات. هلا يا خاله، سمي امريني. تبين خدامتين؟ ابشر بعزس، متى تبينهم؟ خلاص اوكي، حضروا لي بكره، ارسل الموقع. مع السلامه. يا عمي سري لك، ماني متحرك اي مكان. غبي انت غبي، الطلبات كثرت، بعدين لو انك موظف ما تجيب الفلوس دي. اسمع يا شكش، نبي نعطيك 30% من الدخل، وش قلت؟ 50% ما تنقص ريال واحد ولا بطلنا. شوف الطماع،
خلاص يا بزر 50% لا تصدقنا انت بزر طرق خلاص اوكي لا تهايط بس في مشكله الحين وش هي الحرمه طالبه شغالتين طيب شلون بتدبر هذي ها ابد خلى الموضوع علي هذول الشغالتين اللي طلبتهم من احسن الشغالات اللي عندنا الاخت سيلانيه وهذه اندونيسيه كم هير كم هير قدامي كم هير انت قدامي الله الله بالمعامله الطيب وانا اخوك هذول جايين متغربات ويترزقون الله وامانه بعناقنا هالحين انت راسك جاي تعلمني المعامله الحسنه والكلام الفاضي وصلتهم عندي هنا اقلب وجهك انت وياها يلا قدامي عند الوالده يلا كم هير اسمع ما ابيك ولا تتكلم ولا كلمه ياوا عشان ما تنكبنا ياوا خلك اطرم ياوا خلك اطرم ياوا اقول لك خلك اطرم ياوا خلك اطرم بقول لك شو اسمك انت انا ويري وانت وش اسمك وراك ما تجاوبين طرم انت ولا وش قصتك ماما هذا مسكين ما بي يسمع ما بي كلام هو صغير طيح فوق راسه شجره هذا النتيجه يا ساتر الله يشافيها ويعافيها طيب ابغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين ها هي شكلها شاطره وسنه هذه اقول تعرفين تسوين جريش ماما هذا ما في كلام انا ما في معلوم جريش معلوم هذا منتو فربوزه يقلوش حركات سلام عليكم عليكم السلام شلون ام مسفر بخير يا يمه عازم لي رجال من اخوياي عزيز على قلبي لا القهوه ولا الغداء ولا وصيك يا ام اسفر لا بذيك الجريشه وذيك الكبيسه اللي ما عاد وراها يا يمه الله يحييه يا يمه وهالحين بسوي لك القهوه والغداء هذول باين عليهم وان امك ما عندهم دبره خلهم بس ينظفون ويغسلوا لي هالمواعين ومن تجهز القهوه بيجيبونها لك للمجلس الله يا ستر لا يجيبون فينا العيد بس تبي الصدق ما توقعت ان بزنس الشغالات يطلع فلوس كذا بصراحه مشروع بطل عفو عليك انا افكر اذا زاد الطلب اجيب من سريلانكا سلامات يا ابوي شكلك ناوي تستقدم شغالات جد لا ما يحتاج انت وصالح موجودين ابلش امسكي امسكي امسك انت الثانيه يلا روحوا ودوا المجلس تحركوا اوكي ماما عم قلت له لا اله الا الله ما شاء الله حياك الله والله يا ملاح الله يبيك بيت اخوك ويا مرحبا الكلب يطال عمرك والله الساعه المباركه الله حياك الله يا ملاح يا مرحبا ابكم 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 اللي جايبي عند ابوي احد مخدامه طلع رجال انت متاكد ان هذا رجال اي والله رجال ياوا انا رجال ليه ما ملينا عينك يا فضحك فضحا يا مسفر أنا ولدك يا بوي ادخل رأي جيل في البيت عندي التطبيقات والله صارت الأغراض تجي لحالها سكب الخير ولا عمك بسم الله الرحمن الرحيم سلامات وش عندك أنت شكرا يعطيك العافية وش ذو الورد هالورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون بعدين الورد له عدة لغات الأحمر الحب والأبيض للنقاء والأصفر للبهجة أقول ليتك جايب جح أزين ها؟ ليتك جايب جح أزين عموما كثر الله خيرك ما قصرت عامر أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه أبشر أبشر
وش ذي؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معها أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها، مسوي حركات تسويق وكذا، يقول أول ذبيحة الأول زبون تيجي معها باقة ورد. ها أجل وين راح أبو عبيد؟ وأنا ما قلطته. أوف نسيته عند الباب. الله يحييك أبو عبيد والساعة مبارك. الله يبارك في أيامك ويجعل بيتكم عامر إن شاء الله. يا أبو عبيد ما فيه داعي للكلام هذه كلها، تجيب ذبيحة وين ضيفنا؟ يا بعد حي أبو عامر ما من كلافي، عسى الله يجمعنا على خير وسعادة. أي أيوة والله فلو ما يضيعنا بحاجيك بوه. يا بعد حي هي زي ريحة الورد. أم عامر خل عن سد ذبيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، أعرف عمتي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة، تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جاية كخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعتها المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. والله أني كنت حاس، أجل جايب ذبيحة وورد مسوي بتضبط نفسك، أنا من موافق، وبقول لهم أنك عصبي وأنك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، أنت أدري أني أرمل، حالتي حالة. وبيلي مرت انت سند انتالي عمري. يا بعد حي خلك محضر خير. أجل اسمع، أجار الاستراحة لمدة سنة مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحة كل شهر للاستراحة. تم تم. سلامات وراك تصيح، الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله أنت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا أخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبة العافية، أنا والله بعد عندي كلمة زينة وبعد أنت خصص الكلمة، وأنت رايج الأول والأخير. عسى خير يا أخوي. أبو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمة. يا أخوي الرأي الأول والأخير لك، وحنا لازم نسأل عنه. ما يحتاج تسألون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشم. أجل توكلنا على الله. ما شاء الله وش ذا الزين يا نوف، تسلم يدينك حبيبتي. الله يسلمك يمه. شكله حلو لكن انا ابغى اكل وقيم، ولا تحكم على الكتاب من غلافه. استح على وجهك، اصبر لما يجون اخوك وابوك يتقهون معنا. تستاهل، انت تبغى تقيمه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا ابو عامر، حياك حياك، اجلس معنا، مجهزين الحلا والقهوه. حياك. ما عندي وقت، الدوريه على اليوم الاستراحه، أروح للقصاب أخذ الحمى وأروح لهم هناك. تراك صرت تهتم بالاستراحة أكثر من بيتك. وش تبي مني يا بنت الحلال؟ الثلاجة مليانة والدراهم معكم، خليني أروح الربع يستانس معهم شوي. يلا بس بما الله. ددير بد ددير بد دربد 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 دربد. هلا والله بالعائلة البطلة. اوف 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 اوف، انت مسوي الكيك؟ ايه ما شاء الله تبارك الله، تحداس يا شيخة، اكيد خويات سبجونا اليوم. مسوي قافط الجو، ترى انا كل يوم نتقهوى ونسوي حلا. اقول اسكت يا بزر. عامر عامر تعال بقي وعطنا تقييم. يجي احلى تقييم الحين. بسم الله.
اتحداك يا شيخ. وش ذو؟ ما شاء الله عليك، اطعم بالمخ. طيب وراك واقف، اجلس تقهوى معنا. ما يمديها يمه، موعد العيال بالاستراحه. بس هذا الكيك بيدزها للاستراحه. شكرا نو. الله والله الله. مالت عليك، طالع على ابوك. حبيبتي أنا لا، الثلاجة فاضية حبيبتي فاضية، وبعدين يعني ما فيها شيء، ما فيها إلا بيضة مكسورة. مكسورة مثلي حبيبتي. وشوفي شوفي ها، برطمان جبن ملحوس وخبزة يابسة. وش تبيني أسوي لك ها؟ وش تبيني أسوي لك؟ راتبي وخلص، قم هز طولك وروح توظف مثل الرجاجيل. سمعت؟ ترى أنا مليت طفشت، ما حد سبدي، وانا اصرف على البيت وعليك. عفا يا عجيب، عفا بس تذليني براتبك. ايه انا اذلك، انا اذلك زين، بس انت لا احساس ولا ضمير. هو من ناحيه احساس ما في احساس، بس يعني يقولون يعني ظل رجال ولا ظل جدار. والله ان الجدار ابرك منك واحسن منك، على الاقل علق عليه تحف. وانت ايش فايدتك عندي في هالبيت ها؟ اعتبريني تحفه ولا اقول لك تبيني لوح. شت الباب اللي يطق الباب وتنحاش، لا بوز عليكم يا اخي الا تعدد. اه طيب خير، هذا كوبري ما شفت لي الطلط اليمين ثم اليسار على بالك مين يعني ها؟ اسمعني جينت حكيك السلسان القص، ستة أشهر ما دفعت حقه. تو يومين تفرغ الشقة وتلقيني ظهرك، وإلا توقيف خدمات. شوف أنت أصبر علي، ماذا بصابر يومين على ثالث لهما، تسمع انت ولا ما تسمع؟ ابشر. التجربة ذي مسكت براسي، مسويها يعني مسويها يا عيال. كفو عليك يا عامر، اقول هد ها؟ وين بتسويها يعني؟ مثلا في بيتكم؟ يا ابن الحلال يبغى لها مختبر، يبغى لها معدات، صمها وانا اخوك ها؟ اقول صمها انت بس، وش اللي معدات؟ توظف موتر انت؟ اسمها ادوات مختبرية. يا ابن الحلال وش دراني، انا اكره ماده عندي في ذا الدنيا ذا الكيمياء، ما ادري وش اللي حببك فيها اصلا. مو بشغلك اوكي يا عيال، الحل عندي، تعالوا معايا. عمي كفته في اخر الليل كده، ما في اي مخلوق، افتح لنا باب المدرسه وروح. لا 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 لا، هذه خيانه للامانه، النظام نظام. اما عامر خلوه علم يا عيال، كفته واللي يسدد عنك قطه الاستراحه لمده سنه. تبغوه يا حبيبي، لعبه الكيمياء وكفته مشينا. يا عيال دسبها، شكله سحب علينا. فال الله ولا فالك، قول خير. دلخنت ساعه عشان تفتح الباب. اقول لك احترم نفسك ولا بمنعك من دخول المدرسه بكره. عمي كفته ما هو مشكله، دخلني الحين وبكره لا تدخلني. هي هي سكر الباب. تبغون تروحون غرفة المدرسين؟ فيها ثلاجة مليانة أكل، جيب، بيض، تونة، مربى، كل شيء. أنا من يوم ما شفتها أقول جبن، بيض، أقول أمشي قدامي يا ورع.
الباب مقفل والمفاتيح معايا. طيب يا كفته يا حبيبي اديني المفتاح. يا ابوي مفاتيح مدارس الرياض كلها هذه. طيب كفته حبيبي تعرف مفتاح المختبر من ذولي؟ ايوه وينه؟ من ضمن هذه المفاتيح. يا عيال ما في وقت، خلونا نجرب واحد واحد إلين ما نلقاه. يلا يا عمي انت فين المفتاح؟ أقول نأجل الموضوع إلين الفقي ده يجيب المفتاح. ما أنا بطالع من هنا إلين ما خلص التجربة. لو أكسر الباب. يا خبي أنت وياه طلع الباب مفتوح. وش قاعد تكتب أنت؟ المعادلة الكيميائية. يلا يلا شيلها الحين نطبقها. بسم الله الرحمن أبوي الساعة 6 الصباح ما خلصنا من اختراعك الخردة، الطلاب حييجوا. يا حيال اصبروا، 5 دقايق وتكون النتيجة جاهزة وندخل التاريخ كلنا. أنا لا تحطون اسمي معاكم، لأنه أبوي لو عرف إني أنا اللي دخلتكم المختبر راح يضربني. وكفاية يا عامر إنك تدفع الإيجار حق الاستراحة لمدة سنة مدة. وكل يوم تضربيني على أي شيء، ترى هذه ما هي بحياة. المدير المدير طلعنا برا. يا عيال ما بقى شيء على الاختراع، وراكم انتم. طز في الاختراع بنروح فيها لو اتفسكنا. يا عيال زبلنا. هيا هيا يا اخوان، انا اساسا كنت برد عليها واعلمها من هو ياسر ومن هي منال، بس من حسن حظها ان واحد من العيال الله يهديه فصل المودم بالغلط وانقطع البث. ولا مو من عوايدي انا اللي انحاش، اعرف ارد عليها. هلا جورجيو. هلا جورجيو، هذا الرد صورته وجاهز للنشر. انشر يا الذيب واكتب التيك توكر ياسر يرد على منال، وحط علامات تعجب كثير. وش منال وذي؟ هلا يبا. سلامات، وش فيك؟ لا ما فيني شيء. انا رجلي توجعني ما اقدر اسوق، ابيك تودينا عند ابو بدر عازمنا. ابشر ابشر، بس ترى بحطك وبروح. لا خلصت دق علي ارجع اخذك. سواق انت؟ وش اللي تحط لي تمشي؟ ابيك تروح معي، ابيهم يعرفون من هو ولدي ياسر. دايم اخويا في الاستراحه. الموضوع مو بكذا الله يطول عمرك، بس عافي. بس لا تجادلني الله يحفظك. تجهز بنروح الناس، ما نبي نتاخر عليهم. يا هلا يا هلا والله مرحبا، الساعة المباركة. يلا انت حييهم جميع وكل باسمه، يستاهل كل واحد حاشي وطليين، بس الحلال ما بعده ضوء. يا هلا ابو ياسر. الله يحييك، شلونك؟ ترى هذا ولدي ياسر. ونعم والف نعم بياسر وابو ياسر والجميع. يا هلا والله مرحبا ياسر ابوي، وشلونك؟ عساك طيب. كيف الحال يا ولدي؟ بشرنا عنك، عساك ان شاء الله طيب. أفا سلامات، عسى ما أبو الولد مو بيسمع ولا طرم ولا شيء، شو فيه؟ لا لا بس ما فيه العافية ترى، بس يمكننا متوتر شوي. بس متوتر؟ يا شو 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 سمي خليك، هذا مو بياسر اللي في التيك توك إلا هو. خير يا عيالي، وش عندكم؟ وش السالفة؟ يابا
هذا هو ياسر اللي في التيك توك اللي البنت قالت له يا هطف. يا هطف؟ وشو هطفه؟ تعال يا هطف. وش عنده ذا هطف؟ وراه هجي بعد ترك. تعال يا رجال، وش السالفة؟ وش القصة؟ أقول يا عيالي تعالوا تعالوا علموني وش السالفة، تعال وروني المقطع، امشوا. شغله شغله ورني. اسمع اسمع ايش قالت. ياسر الهطف. اي والله هطف. وهذه كل السالفه يا ايبه، فشلتني وسويت وجه عند العالم، العالم كلها تقول ما غير حي الله ابو ياسر، ارحب يا ابو ياسر، التقهوى عندنا ابو ياسر، وانت في الاخير مع مبزره في التيك توك. اعتذر منك يا ابوي والله. مشينا مشينا مشينا، خلنا ناخذ اغراض البيت. مشينا. ياسر يا عيال شوفوا ياسر يا هطف، تعرف منال يا عيال ما له داعي أبوه معاه. يا عم ترى ولدك هطف. سود الله وجهك. يبقى أي أحد يتكلم لا تلتفت له ولا شيء، سو نفسك ما تسمع وامش. اسمع بعد كده، لا عاد لا تأخذني ولا توديني ولا تجيبني، أنا بدلي أروح واجي مع السواق. بالله هذا رد، هذا رد، وش اللي خوي فصل النت بوجهه؟ وش ذا التصريفة الخايسة؟ قسم بالله انك تفشل وتنرحم، وعذرك السخيف اكبر اثبات انك زلابة وهطف. يلا خذ الحين، غلطان غلطان انك رديت عليها، ليش ترد عليها بالحلال؟ يلا تفضل شوف خذ الردود، كلمة الهطف شعلت اكثر من اول. يا ابن الحلال وش اسوي؟ جورجو قال لي قل كذا. من جورجو؟ هذا خبير، خبير حق التواصل الاجتماعي، استشرناه وقال قل الصدق لأن الصدق من جات. يا أبوي الخبير ده نفسه قلب عليكم وعززنا على التغريدة، لا وحط كلمة هطف في هاشتاج. هيا ألقم. أنا عندي اقتراح. أنت ورا ما تعض لك على شحمة لأكوفن كينا، كل اللي صار هذا بسبتك أنت. أبوي كرهني، كره يمشي معي ومتبشل مني. تدري تعال معي برا شوي. إيش تبغى؟ قم معي برا شوي، قم استنى. عزتين وهالكفته خليه يستاهل الرمه.